لك احسن علاج ودواء الكورونا البصل. عبر فن الكوميديا الساخرة تحكي عرائس الماريونيت خلال هذا العرض الفني ما واجهه سكان غزة من مواقف اجتماعية طريفة وجادة خلال تجربتهم مع فيروس كورونا. والهدف من هذا العرض الذي جاء ضمن مهرجان أثر الفراشة الممول من المركز الثقافي الفرنسي هو توعية المواطنين بأهمية تلقي اللقاح والتفريغ النفسي عن الأطفال والأهالي من آثاره السلبية. احنا موضوعنا اليوم بيحكي عن كورونا اللي شغل العالم كله، كوفيد 19، كيف ممكن العادات الصحية السليمة للأطفال وللكبار ولكبار السن، وكمان العرض بيشجع على التطعيم وأخذ اللقاح. أنا مشكلتي كانت في الحرب، كل ما أدخل على الحمام بصير قصر. تداعيات الحرب الإسرائيلية الأخيرة على أطفال وعائلات غزة كانت حاضرة أيضاً ضمن العروض الفنية المتنوعة لمهرجان أثر الفراشة، فالمواقف الصعبة التي عايشها أطفال القطاع مع عائلاتهم تحولت عبر أسلوب ستاند أب كيدز الذي قدمه لأول مرة مجموعة من أطفال غزة إلى مواقف كوميدية طريفة لتفريغ الانفعالات السلبية المكبوتة من أثار العدوان. قدرنا إنه نطلع كناس موجودين في غزة من يعني وعشنا كتير شغلات وكتير حروب حصار لمدة 14 سنة، قدرنا نطلع منهم شغلات كتير حلوة، من ضمنها إنه نحول شغلات سلبية لشغلات الناس تستفيد منها وتنبسط فيها بنفس الوقت. هدول الأولاد قدروا على الأقل يعبروا بطريقة كوميدية عن مأساة، فأنا الأوان إنه إحنا فعلا نغني للحياة، نوصل رسالتنا انه اوكي كل العالم محب للحياة، لكن احنا برغم الألم نصنع الأمل. اطلع. لم يغفل القائمون على مهرجان أثر الفراشة إبراز المشكلات الاجتماعية والنفسية التي سببتها وسائل التواصل الإلكترونية بين الأطفال والأهالي كالعزلة والتوحد، عبر تقديم عروض مسرحية تهدف لأهمية عودة التواصل الواقعي بين الأطفال وأهاليهم، وبالمجمل تشجيع المواهب الفنية على عرض إبداعاتها ضمن قوالب هادفة. هو كوكتيل من الأعمال الفنية والثقافية المختلفة حتى تعالج يعني الصدمات النفسية التي تعرض لها أبناء شعبنا وخاصة الأطفال والأسر، وكذلك إعطاء روح جديدة للفنانين حتى يعيدوا نشاطهم من جديد وحتى يعودوا إلى يعني حياتهم الطبيعية. وكما يقول الشاعر الفلسطيني محمود درويش، أثر الفراشة لا يرى ولا يزول، هو جاذبية غامض يستدرج المعنى ويرحل حين يتضح السبيل. حازم البنا، الغد، غزة، فلسطين.